السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لحصة الخط والكتابة. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الأول من الوحدة الثانية، مجال الحياة المدرسية، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذن نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأكتب، إذن حرف الباء، إذن نكتب مع احترام مقاييس الحروف. حرف التاء، حرف الباء وسط الكلمة، حرف التاء وسط الكلمة. أنت بيتي، أنت بيتي. هم الآباء والأمهات. أتدرب أتمم الكلمات بحرف الباء في أول كلمة، آخر الكلمة أو وسط الكلمة، أو حرف التاء في أول كلمة، آخر الكلمة أو وسط الكلمة. إذن درب حرف الباء في آخر الكلمة، أوقات حرف التاء في آخر الكلمة، نبه حرف الباء في وسط الكلمة، تقدم حرف التاء في أول الكلمة، بساط حرف الباء في أول كلمة. إذن درب، أوقات، نبع، تقدم، بساط. البطاقة الصحيحة وأكتب. إذن نلعب، إذن حرف الباء في آخر الكلمة، يمكن في قبله أو آخر الكلمة وحيد هكذا، أو حرف الباء في أول كلمة. إذا حرف الباء يمسك في حرف العين، في الحرف الذي قبله. نلعب، نلعب. التطور، إذا حرف التاء في وسط الكلمة يمسك في حرفين، حرف قبله وحرف بعده، أو حرف التاء في آخر الكلمة أو حرف التاء في أول كلمة. إذا حرف التاء في وسط الكلمة. التطور. إذا أتذكر وأكتب الجملة الأولى من الفقرة الثانية. إذا الجملة الأولى من الفقرة الثانية، أنت بيتي الثاني. أصرف فيك وقتي. أنت بيتي الثاني، أصرف فيك وقتي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.